السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت مصادر صحفية بأن اللاعب ذو الأصول الإنجليزية والجزائرية يريد تمثيل منتخب الجزائر، حيث أن اللاعب من مواليد 7 ديسمبر 2003 بإنجلترا وعمره حاليا 18 سنة، ويلعب سام نولز في خط الهجوم، إلا أنه يجد ظلته في الجناح الأيمن، وهو الآن ينشط في فريق ستوك سيتي الإنجليزي. كما يمتاز سام نولز بالقوة البدنية وهو قليل الإصابات، كما أنه يمتاز بقدرته على التوغل داخل منطقة الجزاء، وهو ذكي في الهروب من مراقبة المدافعين، ويرتقي بشكل رهيب لتسجيل الأهداف بالرأس، كما أنه قد تدرج في الفئات السنية للمنتخب الإيرلندي بحكم أصوله الإيرلندية من جهة والدته، أما أصوله الجزائرية فهي من جهة والده، حيث أن والد سام نولز من أب إنجليزي وأم جزائرية، وبالتالي فجدة سام نولز هي جزائرية، ويمكنه على هذا الأساس استخراج جواز السفر الجزائري وتمثيل الجزائر. والجدير بالاهتمام هو أن اللاعب قد صرح مؤخرا بأنه يمتلك أصولا جزائرية ولم يتهرب من هذا الأمر، ويرغب في خوض هذه التجربة الدولية سواء مع المنتخب الإنجليزي أو الجزائري أو الإيرلندي، إلا أنه قد قال أيضا بأنه لا يمانع من حمل ألوان الجزائر إذا تلقى اتصالا من الاتحادية، لهذا نتمنى بأن تتحرك خلية الفاف الجزائرية بسرعة لضمان هذه الموهبة الرائعة قبل ضياعها. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.